تجارب الكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون. فيما يلي سنستعرض بعض التجارب للكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون. سيتكرر معنا أحد أهم الأدوات للكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو ماء الجير الرائق. نحصل على ماء الجير الرائق من إذابة هيدروكسيد الكالسيوم في الماء، ثم بترشيحه عن طريق ما يسمى بورق النشاف، فنحصل على ماء الجير الرائق. والعكارة البيضاء هي مادة تسمى كربونات الكالسيوم، وهي نتيجة تفاعل هيدروكسيد الكالسيوم الدائب في الماء مع غاز ثاني أكسيد الكربون، وهي مادة لا تذوب في الماء فتكون راسبا أبيض. والآن كيف نكشف عن وجود غاز ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير الذي يخرج من الرئتين عند التنفس؟ نحتاج في هذه التجربة إلى الأدوات التالية: وعاء زجاجي، وماء جير رائق، وشفاطة عصير. نقوم بوضع كمية صغيرة من ماء الجير الرائق في الوعاء الزجاجي، ثم نبدأ بالنفخ فيه باستخدام الشفاطة لمدة دقيقة أو دقيقتين. سنلاحظ أن ماء الجير يتعكر، والسبب هو خروج غاز ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير. كيف نكشف عن وجود غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء تنفس النبات؟ نحتاج في هذه التجربة إلى ما يلي: بذور فول أو غيرها، برطمان أو أنابيب اختبار، وماء جير رائق، منديل ورقي أو قطعة من الخطب أو نشرة خشب، وأنبوب بلاستيكي أو مطاطي، وقطعة صلصال. نضع قطعة القطن المبللة في البرطمان، ثم نثبت بعض البذور عليها ونغلق البرطمان جيدا، ثم نثقب غطاء البرطمان وندخل في الثقب الأنبوب المطاطي ونثبته جيدا وبشكل محكم باستخدام الصلصال. نضع الطرف الآخر من الأنبوب في ماء الجير الرائق في وعاء زجاجي آخر ونتركه لعدة ساعات. ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ أن ماء الجير سيتعكر، والسبب هو خروج غاز ثاني أكسيد الكربون عند تنفس النبات. والآن مع الكشف عن وجود غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء احتراق شمعة، نحتاج إلى مخبار زجاجي له غطاء، وشمعة، وماء جير رائق. نقوم الآن بتثبيت الشمعة في المخبار وإشعالها، ثم نغطي المخبار. كما نعلم فإن الشمعة ستنطفئ بمجرد نفاد الأكسجين داخل المخبار المغلق. بعد انطفاء الشمعة نكشف غطاء المخبار ونضع فيه كمية من ماء الجير الرائق، وسنلاحظ أن ماء الجير سيتعكر، والسبب هو وجود غاز ثاني أكسيد الكربون بالمخبار، لأن غاز ثاني أكسيد الكربون نتج عن احتراق الشمعة. من التجارب السابقة نستنتج أن غاز ثاني أكسيد الكربون ينتج عن تنفس الكائنات الحية واحتراق الأشياء. كيف نحضر غاز ثاني أكسيد الكربون في المعمل؟ نحتاج في هذه التجربة إلى الأدوات التالية: مخابير أو أنابيب اختبار، دورق زجاجي له سدادة ذات ثقبين، قمع زجاجي له صنبور، أنبوبة زجاجية على شكل حرف U أو خرطوم بلاستيك، حمض هيدروكلوريك مخفف، وكربونات كالسيوم. الآن نكون الجهاز كما ترى في الشكل. نضع كربونات الكالسيوم في الدورق ونصب بعضا من حمض الهيدروكلوريك في القمع، ثم نفتح صنبور القمع قليلا لنصب بعض الحمض على مسحوق كربونات الكالسيوم. سنلاحظ حدوث فوران. هنا يخرج غاز ثاني أكسيد الكربون من الدورق إلى الأنبوب البلاستيكي إلى أنبوب الاختبار عن طريق إزاحة الهواء إلى أعلى، وبهذا نكون قد جمعنا كمية من غاز ثاني أكسيد الكربون في هذه الأنبوب. نستطيع جمع كميات أخرى من غاز ثاني أكسيد الكربون في عدة أنابيب أو مخابير. والآن سنستكشف خواص غاز ثاني أكسيد الكربون. ثابت علميا أن تفاعل حمض الستريك الموجود بالليمون مع بيكربونات الصوديوم ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون، ولكننا إذا عصرنا نصف ليمونة على قليل من بيكربونات الصوديوم فلن نرى ولن نشم شيئا، ذلك لأن غاز ثاني أكسيد الكربون عديم اللون والرائحة. أما إذا نكسنا مخبارا به ثاني أكسيد الكربون على شمعة مشتعلة فسوف تنطفئ فورا، وهذا لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. وإذا أدخلنا شريط مغنيسيوم مشتعلا في مخبار به غاز ثاني أكسيد الكربون فسوف يحدث تفاعل ينتج عنه أكسيد المغنيسيوم، وهو مسحوق أبيض، ومادة الكربون وهي راسب أسود يظهر على جدار المخبار.
وإذا نكسنا مخبارا به غاز ثاني أكسيد الكربون في وعاء به ماء، فإن الماء سيرتفع في المخبار، ذلك لأن غاز ثاني أكسيد الكربون يذوب في الماء، لذلك يتم جمعه بإزاحة الهواء إلى أعلى وليس بإزاحة الماء، ولهذا أيضا فهو أثقل من الهواء. انتهت حلقة غاز ثاني أكسيد الكربون، شكرا لكم وإلى اللقاء.